فاللي هو ان شاء الله يعني كده قدامي بتاع 3 4 ايام عشان الواحد عايش مش عارف اوصل ازاي. اه لا روح على الدكتور روح على الدكتور 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 تامر. لا 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 هو خلاص ده بعد ال 35 فان شاء الله النهارده او بكره مش هتقول لا لا هنلاقيك ان شاء الله. لا 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 هيثم شد حيلك ما هو ان شاء الله هتتفتح. استنى اصبر يوم الجمعه ان شاء الله ربنا يفكك ربنا يديك. طب انت تقول ايه لهيثم؟ انت معترض على الاعتصام الاول؟ على الاعتصام اللي انتوا عاملينه ده؟ لا مش معترض عليه. اولا لانه سلمي. على فكره انا اسمي مدام علا او الحاجه علا ورئيس تحرير برنامج شباب بلدي من قناه السته. اهلا. انت بتصورني دلوقتي؟ اه بصورك والله بس مش على الهوا. لا لا هو على الهوا. فانا مدام الاعتصام سلمي ومحترم وما فيهوش اي تعطيل لاي مصالح في البلد يبقى وبتنادوا انت من حقك. تمام مفيش مشكله خالص. بس هو الاضراب يعني لو هيضره يبدا بقى تديله جلوكوز تديله حاجه عشان الاضراب. مفيش هو بس لا هو لو الطبيب هيقول ان هو محتاج لاي حاجه مين؟ لا ياخد ما ينفعش بقى الاعتصام يموت يعني ما ينفعش عشان ما ينفعش يفضل مضرب على الاكل لغايه ما يجرى له حاجه يموت يعني. بس انا بس نزلت ليه؟ علشان قالوا ان في التحرير الناس بيكسروا كاميرات التلفزيون المصري ومنعينهم من ان هم يجوا يصوروا خالص. فانا نزلت اشوف نفسي ايه الموضوع. انا كنت عايزه اجيب كاميرا امبارح او اي يوم يعني عشان اصور معاكم فقالوا كده. فقلت لا لما اروح انا بقى الميدان بنفسي واشوف هل فعلا الناس اللي في الميدان المعتصمين بيكسروا الكاميرات وهيمنعونا لو جينا نصور معاهم. انا ما صدقتش دلوقتي الوضع ايه؟ دلوقتي اللي شايفاه حضرتك ايه بقى؟ شايفاه يعني هو التلفزيون المصري اتشوه الصوره بس المشكله. ما هو ما هي دي المشكله. ما انا زعلانه منه. انا زعلانه ان هو يشوه الصوره عشان كده قلت لا لازم اروح بنفسي اشوف. تمام انت شرفت الميدان واحنا بنجيب كاميراتك وتنقلي الحقيقه واحنا بندعو لذلك. طيب تدوني ارقام يعني اخدت من حد 6 شباب 6 ابريل ماشي اخد لو ارقامكم لو اي ارقام هنا او متحدث ثاني ثاني عايزه نخلص وهديكي عايزه يعني المتحدث الى جانب يعني رقمين ثلاثة عشان لو ده ما ردش ده يروح كده ان شاء الله باذن الله. وبقول لكم ربنا يحميكم ويحفظكم ويقويكم ويقدركم وينصركم ويقدركم ان انتم فعلا تغيروا مصر لما يرضي الله ورسوله ويقدركم انكم تعملوا بما يرضي الله ورسوله مش بقى اخوان وسلفيين. لا احنا كلنا بما يرضي الله ورسوله باللي هو يعني ايه نقول ايه يتماشى مع العصر بس بما يرضي الله ورسوله. خلاص تيسير تيسير مش كده ولا ايه؟ قول لو انا مش بعرف لو انا ما بصي انا مش اللي هو بقى يعني عندي كلام بقى. لا لا ما فيهوش اي غلط بالعكس الكلام اللي عندي الدنيا يسر وليس عسر في كل امور الدنيا. ربنا سبحانه وتعالى اعلم بيكم. لا لا في هو اللي حفظكم في الاول وحافظكم دلوقتي وان شاء الله يحفظكم على طول باذن الله. ربنا معاكم معانا. شكرا. استقبال بيحصل من مستشفى المنيره امبارح. احنا كنا في مستشفى المنيره احنا كنا هناك امبارح. هيثم هيثم رحنا امبارح رحنا امبارح عبد الرحمن ومحمد وسلمى. سلمى دي عندها 18 سنه رايحه تعبانه خالص. انا رحت مع عبد الرحمن ومحمد. معامله سيئه اهمال عشان يقيس الضغط والسكر بس قعد ساعه. تمام. وعبد الرحمن هو اللي موجود دلوقتي في المستشفى. محمد رجع وسلمى رجعت. ايه